بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أساتذتنا الأفاضل، حضورنا الكريم، نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونلتقي معكم على بركة الله مع محاضرة علمية متميزة بعنوان دور الجامعات في التنمية المستدامة، الجامعات السعودية أنموذجا. يقدمها لنا قامة من قامات العلم، سعادة الدكتور ضيف الله بن محمد الضغيان، فحياه الله وبياه. وقبل ذلك نقدم لكم أحبتنا الكرام السيرة الذاتية العلمية للدكتور ضيف الله. نعم، المؤهل العلمي لسعادة الدكتور حاصل على الدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية الصناعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وقد عمل رئيسا لقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة الملك سعود، وأيضا انتخب رئيسا لمجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية، وانتخب أمينا عاما لاتحاد الكيميائيين العرب. رأس فريق أولمبياد الكيمياء الدولي في مؤسسة موهبة لعدة سنوات، ورأس فريق العمل التأسيسي لرابطة الإعلام المرئي الهادف. عين أمينا عاما لرابطة الإعلام المرئي الهادف في إبريل من العام 2015، وحتى الآن يرأس مجلس إدارة دار رواية للنشر، عمل رئيسا للتحرير لمجلة تعليم الكيمياء لعدة سنوات، وله عدد من البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة وبراءة اختراع في مجال تخصصه العلمي كيمياء صناعية وحفز. رأس عددا من المؤتمرات العلمية والإعلامية المحلية والإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية رسميا في عدد من الفعاليات العلمية الإقليمية والدولية. حياكم الله سعادة الدكتور ضيف الله، ولكم الصلاحية كاملة، فتفضل مأجورا مشكورا. تفضل سعادة الدكتور، معك الصلاحية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مستهل هذه المحاضرة أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء القائمين على هذا المؤتمر ومنصة أريد، هذه المنصة العريقة، وعلى رأسهم سعادة الدكتور سيف السويدي، كما أشكر الدكتورة هند عبيد على التنسيق، و ساعدت الدكتور على التقديم المتميز. مشكورا. واضح العرض دكتور؟ نعم دكتور، واضح، تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل سعادة الدكتور، الحديث عن دور الجامعات في التنمية المستدامة، الجامعات السعودية نموذجا. سيكون الحديث إن شاء الله حول هذه المحاور اللي ظاهرة أمامكم، مقدمة عن التنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة حسب الأمم المتحدة، التنمية المستدامة واليونسكو، دور الجامعات في التنمية المستدامة، وتصنيف التايمز للجامعات السعودية والعربية في مجال التنمية المستدامة، وأخيرا نماذج من جهود الجامعات السعودية في تحقيق هذه أهداف التنمية المستدامة. وأحب أن أنوه أن هذا البحث هو ليس بحثا علميا استقصائيا، إنما هو محاضرة عامة لطرح الموضوع ولفت الانتباه لأهمية هذا الموضوع، وهو محور هذا المؤتمر عموما. نعم، مفهوم التنمية المستدامة بدأ منذ تقريبا عام 1987، عندما شكلت الأمم المتحدة لجنة عالمية للبيئة والتنمية، World Community for Development and Environment، برئاسة رئيسة وزراء النرويج اللي هي جرو هارلم بارتلاند، لدراسة مشكلات البيئة والتنمية فوق كوكب الأرض،
وتم التطرق بشكل رسمي إلى مفهوم التنمية المستدامة في هذا العام 1987 من خلال لجنة بروندلاند باسم مستقبلنا المشترك. فسمي يعني كانت في هذا المؤتمر عرفت التنمية المستدامة لأول مرة في تقرير بروتلاند على أن التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة. إذن هي تهتم بالحاضر ولكن لا تتعدى على المستقبل ومستقبل الأجيال القادمة، هذا يفترض بهذا الشكل. ما هي التنمية المستدامة؟ هي نهج للتنمية يهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة كما ذكرنا، وتركز على 3 ركائز. الركيزة الأولى التنمية الاقتصادية. إذن محور رئيس من المحاور الثلاثة في التنمية في التنمية المستدامة التنمية الاقتصادية فيما يخص الفقر والجوع والتوظيف وغيرها، كل ما يتعلق بقضية التنمية الاقتصادية هو محور يعني مجال مهم ومحور مهم في هذه يعني نظرة الأمم المتحدة إلى التنمية المستدامة. المحور الثاني والرئيس الاندماج الاجتماعي، أن تشارك كل فئات المجتمع في قضية هذه التنمية، وأن لا تهمش فئات على حساب يعني فئات أخرى. المحور الثالث اللي هو البيئة التي نعيش فيها جميعا على كوكب الأرض هذه، سواء كنا نتكلم عن البيئة النباتية أو بيئة مائية أو الجو والطقس ويعني المناخ وغيره، كل هذه محور مهم من محاور البيئة. أهداف الأمم المتحدة 17 كما سنرى هي تدور حول هذه الأمور القضايا الثلاثة، وهذه الأمور مترابطة في القضايا الاقتصادية معتمدة بنشاط الإنسان وبمشاركة جميع الناس، والبيئة أيضا مهمة ونشاطات الناس تؤثر على البيئة سلبا أو إيجابا. في عام 2015 كما يعرف الكثير أن اعتمدت الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يعني المستهدف هو في عام 2030 تحقيق هذه الأهداف اللي هي جاءت في 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة Sustainable Development Goals، و169 غاية أو تارجتس متفرعة من هذه الأهداف وذات صلة يعني بهذه الأمور، تعالج يعني هذه الأهداف تعالج أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي ذكرناها في كمحاور رئيسية، والحوكمة في عصرنا يتعين تحقيقها بحلول 2030. هذا هو أمل طبعا الأمم المتحدة، لكن طبعا كل التقارير يعني اللي طبعا اللي التي تصدر سنويا تبين أن هذا الهدف طبعا يعني أنه بعيد المنال أن يتم في هذه السنة تحقيق كل هذه الأهداف. وتوفر أهداف التنمية إطارا للدول للعمل نحو مستقبل أكثر. طبعا إذا دخلنا على يعني موقع الأمم المتحدة نشاهد هذه أهداف التنمية المستدامة، طبعا هي 7 هدفا كما ذكرنا. الهدف الأول القضاء على الفقر، الثاني القضاء التام على الجوع، الثالث الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، الهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، العاشر الحد من أوجه عدم المساواة بين فئات يعني المجتمع، الـ11 المدن المستدامة، 12 الإنتاج والاستهلاك المستدام، العمل المناخي، ثم الحياة تحت الماء يعني ما يتعلق بالجو وهنا ما يتعلق بالماء وهنا ما يتعلق في البر، ثم السلام والعدل والمؤسسات القوية، وأخيرا الشراكات من أجل تحقيق هذه الأهداف. نعم أني خرجت، معذرة الصوت مسموع؟ نعم، مسموع، تفضل أي دكتور. معلش،
طيب معذرة. إذا ذكرنا هذه الأهداف، طبعا هنا وقفة الحقيقة حول قضية الأهداف اللي ذكرت هنا. نحن ك يعني مسلمين وباحثين في مسلمين، لابد أننا نقف وقفة الحقيقة حول هذه الأهداف. أولا قضية أن هذه الأهداف هي ليست جديدة في ديننا الحقيقة وفي ثقافتنا، هي وردت في نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة بنصوص مختلفة. قضية الحفاظ على البيئة والحفاظ على الإنسان وحقوق الناس والعلاقات بين البشر وكذا، كلها واردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أمر الله، خلق الإنسان ليعيش في الأرض وليعمر الأرض، ولكن بأن لا يفسد فيها. وقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهنا هم يتحدثون هنا في الهدف الثاني عشر عن الاستهلاك يعني المسؤول، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فيما يخص الإسراف أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف، ولو كنت على نهر جار، فيما يخص المياه. فهذه أيضا قضية في محور ديننا ومناهجنا. أيضا فيما يخص البيئة والاهتمام بالنباتات وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم حث على أنه يعني من كان يعني إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، أو أن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، مع أن الساعة تقوم خلاص، ما في وقت أنه يستفيد من هذه الغرسة، ولكن هنا استمرارية واستدامة الحفاظ على البيئة والحفاظ على يعني ما حول البيئة التي يعيش فيها الإنسان. أيضا ورد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فالحث على الزرع والحث على أيضا الاهتمام بالطيور وبالبهائم وبغيرها، كل هذه من صميم دين الحقيقة. أيضا نأتي لقضية الكوارث التي تحدث وما يقال الآن: الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض وما يحدث ترتب من فيضانات وغيرها وحرائق وغيرها، هذه ذكرت أيضا في القرآن أنها بسبب جزء يعني على الأقل بعضها بسبب عمل الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحدث هو أيضا ممارسات الإنسان، وهي نتيجة ذنوب الإنسان وما يفعل فيه. وما نرى الآن فيما يتحدثون عن حقوق الإنسان وغيرها وكذا، ما يحدث في غزة، هذا حقيقة أمر مؤسف، وكأنهم هؤلاء ليسوا إنسان، يعني ليسوا من فئة الإنسان. فهناك هذه مبادئ الأمم المتحدة، لكنها لما نأتي للتطبيق نجد أنها فيها تحيز موجود وعدم حقيقة يعني التطبيق الكامل لها. أيضا فيما يخص الهدف الخامس اللي هو المساواة بين الذكر والأنثى، هذا طبعا لا يمكن المساواة بينهما. الله سبحانه قال: وليس الذكر كالأنثى. فالعدالة نعم لا بد من العدالة للذكر والأنثى، حتى كل واحد منهم حقوقه، ولكن ليست المساواة. كل من الذكر والأنثى لهم خصائص تختلف عن الآخر، وبالتالي لا يمكن المساواة بينهما. لكن الله الإسلام أعطى المرأة حقوقها أما وبنتا وزوجة وأختا، حقوق عظيمة في القرآن لم تعطها أي حضارات أخرى. على أي حال، هذه بس وقفة استطرادية حول هذه الأمور. كيف سيتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟ طبعا نصت خطة عمل أديس أبابا التي انبثقت من المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية أنه سوف يعتمد على تنفيذ الدول. إذن هنا الأمر متروك للدول نفسها الموقعة على هذا الميثاق، التي وهي كل دول العالم وقعت على هذا الميثاق، وبالتالي هي مطلوب منها أن تمارس دورها في تحقيق هذه الأهداف. وفي كل دولة عندها وزارات وعندها مؤسسات وعندها جامعات، كما هو محور حديثنا اليوم. وتكون هذه الأهداف هي بوصلة لمواءمة خطط البلدان ووضع استراتيجيات للتمويل. نعم. طبعا كما قلنا هي تتمول يعني تنفذ عن طريق البلدان. أصحاب المصلحة هي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص
وغيرهم. أيضا هناك هدف 17 الشراكة العالمية الصعيد العالمي لدعم هذه الجهود يعني لتحقيق هذه الأهداف. نعم. كم سيكلف تنفيذ خطة التنمية المستدامة هذه؟ لو نظرنا لها من منظور اقتصادي، منظور مالي، يعني قدرت متطلبات الاستثمار السنوية في جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحوالي 5 إلى 7 تريليون دولار. وطبعا هذا أرقام ضخمة جدا، طبعا هذا مجموع ما يمكن أن تساهم به الدول فيما لو يعني أمكن يعني تنفيذ كل هذه الأهداف. طبعا هذا طبعا ما ينفق فعليا هو بعيد عن ذلك. نعم. فيما لو أنها هذه الأهداف تم تحقيقها يعني يمكن ينتج من ناتج ليس القومي، الناتج الدولي العالمي ب 12 تريليون دولار، وهناك فرص تصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 فيما لو تحققت هذه الأهداف. لكن كما قلنا الأمر طبعا ليس سهلا. طيب نتجاوز هذه. التقنيات الحديثة التي يمكن أن تلعب دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية، هناك تحسين الكفاءة والاستدامة البيئية، تعزيز الشمول الاجتماعي والرفاه، طبعا هذه ما نقف طويلا عندها، تحسين الحوكمه والشفافيه، هذه كلها في استخدام البيانات الضخمه والذكاء الاصطناعي لدعم يعني صناعه هذه القرارات وتخطيط لسياسات للحكومات لتحقيق هذه الاهداف. نعم. اليونسكو طبعا هي المهتمه بالتعليم، واحنا حديثنا الان عن الجامعات، فاليونسكو هي محور الأمم المتحدة أو ذراع الأمم المتحدة المهتم بالتنمية من خلال يعني التعليم. وكانت لاعبا رئيسا في تعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم. وهناك يعني من خلال يعني جهود الأمم المتحدة اليونسكو من خلال أجندة التعليم من أجل التنمية المستدامة التي تهدف إلى دمج مبادئ التنمية تطرحها اليونسكو بأجندات مقترحة للتعليم لتأخذ بها الدول فيما يخص دمج أهداف التنمية المستدامة في مناهج التعليم. نعم. أيضا تعمل اليونسكو على الحفاظ على مواقع التراث الثقافي والطبيعي. كما نعرف اليونسكو أيضا تهتم بتعزيز التعاون العلمي والبحثي لدعم التنمية المستدامة ومعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. أيضا تعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية لتمكين الناس جميعا من المشاركة في هذه الأهداف. في خطة التنمية المستدامة 2030 تلعب اليونسكو دورا رائدا في تنسيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع اللي هو هدف التعليم. فتقدم المنظمة التوجيه والدعم الفني للبلدان لمواءمة خططها الوطنية خصوصا في مجال التعليم مع أهداف التنمية المستدامة. تعمل المنظمة أيضا بشكل وثيق مع فرق الأمم المتحدة القطرية في كل القطر، والمنسقين المقيمين هناك في كل قطر في مكاتب إقليمية تهتم بقضية أهداف التنمية المستدامة. أيضا تدعم اليونسكو الأعضاء وتقدم لهم المشورة بشأن ما يسمى باتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لقضايا المناخ وغيرها. أيضا الأمم المتحدة اهتمت بالأيام الموضوعية مثل يوم التعليم اللي هو يوافق يوم 24 يناير من كل سنة منذ عام 2015، يسمى يوم التعليم، يعني يهتم خصوصا في قضايا معالجة تغير المناخ. طبعا أيضا في قضية بناء القدرات وغيرها. في إنتاج المعرفة أيضا توفر اليونسكو الوصول المجاني إلى الموارد التعليمية من خلال مركز تبادل المعلومات عبر الإنترنت ومواد التدريس وغيرها. نعم. كما ذكرنا دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في تعليم المعلمين أيضا، فهذه أيضا مهمة، المعلم له دور رئيس في العملية التعليمية. لما نأتي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية، بحكم أننا نتحدث نحن عن
الدور الجامعات، وخصوصا في يعني الجامعات في الوطن العربي وفي المملكة العربية السعودية نموذجا. يعني هذه التحديات التي أمامنا يعني موجودة في المنطقة العربية. عندنا الفقر والجوع وضعف الخدمات الصحية في كثير من بلداننا العربية، الناس يعانون من هذه الأمور للأسف. الحروب مع الأسف، بلداننا ومناطقنا العربية هي مسرح للحروب، يعني تكاد تكون المسرح الرئيس في العالم للحروب منذ يعني عشرات السنين. هذا يؤدي إلى النزوح والحرمان من التعليم، وإلى الجوع وإلى الفقر وإلى يعني أمور كثيرة. عندنا الجفاف والتصحر، طبعا أكثر بلدان العربية هي بلدان جافة، قلة الأمطار، قلة الأنهار، ولذلك يحدث الجفاف ويحدث التصحر وقلة يعني نزول المطر. مصادر الطاقة والحاجة إلى تحول إلى مصادر بديلة، طبعا أكثر بلداننا تستخدم الطاقة الأحفورية اللي هو النفط تحديدا والغاز. هذه طبعا طاقات ليست نظيفة، ومن أهداف الأمم المتحدة يعني عندنا الهدف السابع من الهدف المتحدة قضية الطاقة والطاقة النظيفة المصادر البديلة للطاقة. فهذا أيضا في تحدي عند في بلداننا للوصول إلى هذا الأمر. ضعف التنسيق بين دول المنطقة في قضايا التنمية المستدامة، هذا طبعا واضح معروف. لما نأتي لما يخص الجامعات السعودية ودورها في قضايا التنمية المستدامة، وهو المثال اللي أخذته أنا لموضوع دور الجامعات في التنمية المستدامة، فعندنا رؤية المملكة 2030، هي الرؤية الحاكمة الحقيقة في المملكة العربية السعودية، هي الرؤية التي تنطلق منها كل رؤى المؤسسات السعودية والوزارات والجامعات، وهي طبعا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وهذه الاستدامة تعد ركيزة مهمة في رؤية المملكة، وعندنا ما يسميه في تضمنت المملكة رؤية المملكة 2030 ما يسمى بالحياد الصفري للكربون، سنرى المقصود بذلك في حلول عام 2060، وهو يعني تقليل كمية الكربون إلى أقل شيء ممكن، مع الالتزام بالطاقة النظيفة والاستدامة. تتجه المملكة بخطوات واثقة نحو مواجهة تحديات الطاقة وتغيرات المناخ من خلال حلول مبتكرة تشمل الاقتصاد الدائري للكربون وتنويع مصادر الطاقة، حيث تطمح لأن تمثل الطاقة المتجددة 50% من استخداماتها بحلول عام 2030. يعني كما أشرت الآن طاقة النفط هي أكثر استخداما، لكن في رؤية المملكة 2030 أن تكون في 2030 أن يكون 50% من الطاقة المستخدمة في المملكة تكون من خلال الطاقة المتجددة. تتبنى المملكة رؤية شمولية للنظم البيئية من خلال الزراعة المستدامة وحماية البيئة الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، ويشمل ذلك إنشاء محميات للحياة الفطرية ومبادرات السياحة المستدامة التي تحمي الأنواع المهددة بالانقراض وتحافظ على المناظر الطبيعية للمملكة. وفي السنوات الأخيرة اتخذت المملكة إجراءات صارمة فيما يخص البيئة وفيما يخص يعني الغطاء النباتي، وهناك عقوبات قوية يعني العبث بالغطاء النباتي وغيره. نعم، ذكرنا الحياد الصفري للكربون اللي زيرو كاربون نيوتراليتي. الحياد الكربوني يعني خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد ممكن، والتعويض عما لا يمكن التخلص منه. نعم، يمكن تحقيق الحياد الصفري من خلال استخدام مصادر طاقة نظيفة كالطاقة المتجددة، الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة النووية الحيوية، تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من حرق الغازات، التحول لاقتصاد منخفض الكربون، تطبيق الاقتصاد الدائري كما أيضا نرى بعد قليل، التوسع في مبادرات التشجير وزراعة الأشجار لامتصاص الكربون، وهذا أيضا سنراه بعد قليل. الاقتصاد الدائري للكربون أيضا الذي ذكر أيضا في خطة المملكة 2030، وتسعى الجامعات السعودية لتحقيق ذلك، هو يعني طبعا الهدف منه هو تقليل ثاني أكسيد الكربون
الثاني طبعا مهم في الحياة ويؤدي وظيفة حساسة لاستدامة الحياة على الأرض، فتمتصه النباتات وتتغذى عليه. ولكن عقودا من التصنيع أدت إلى وجود كميات زائدة من هذا الغاز في غلافنا الجوي، ويعد اقتصاد الكربون الدائري، يعني تدوير هذا مفهوما مهما من خلال يعني ما قيل أنه يعني 4 R's، يعني اللي هو reduction التخفيض، reuse إعادة استخدام، recycle إعادة تدوير، remove الإزالة. يعني ممكن نشوف هذا المخطط اللي يعبر عن ذلك. فالانبعاث الكربون ينتج من خلال تكرير النفط، من خلال السيارات، من خلال حرق الوقود في البيوت وفي غيرها. هنا يمكن استخلاصه، يمكن إعادة تدويره من خلال استخدامه مرة أخرى في السيارات، في كمواد كيميائية طبعا يتم التخلص منه عن طريق النباتات تمتصه، يمكن تخزينه، يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى، يضخ في ما يسمى الاستخلاص المعزز للنفط، يضخ في آبار النفط لكي يرتفع النفط أكثر. فهذا الاقتصاد الدائري للكربون، الهدف هو تقليل الكربون. البصمة الكربونية طبعا قريبة من هذا الكلام، هو الحديث عن يعني كم نسبة ما تنتجه الدولة أو المصنع أو غيره من ثاني أكسيد الكربون ومن الغازات الدفيئة كانبعاثات مباشرة أو غير مباشرة وما إلى ذلك. وهناك قياسات لهذا قياسات لهذا بطرق مختلفة. مبادرة السعودية الخضراء طبعا هذه من أهم المبادرات التي يعني أتت بها رؤية 2030. ويعني لو نظرنا نظرة إلى يعني موقع هذه المبادرة تتحدث عن يعني أهداف وجهود يعني لمبادرة السعودية الخضراء. والآن اللي عايش في السعودية أو اللي زار السعودية يشوف يعني جهود كبيرة في قضية التشجير في مختلف المناطق. فمن أهداف هذه أو من محاورها أو تقوم بعملها من خلال يعني هنا استدامة المملكة، استدامة البيئة، الإشراف على جميع جهود المملكة وتوحيد مكافحة تغير المناخ، توحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في هذا، تعزيز الاقتصاد الأخضر. وتم إطلاق أكثر من 80 مبادرة تمثل استثمارا مهما تجاوز 700 مليار ريال سعودي، تسريع الانتقال الأخضر والاضطلاع بدور رائد في تدبير الاقتصاد الدائري الكربون، رفع مستوى جودة الحياة، إلى آخر ما تتحدث عنه هذه المبادرة، ومن أهداف ومن أعمال التشجير وغيرها. فتلتزم المملكة بتحويل الصحراء إلى واحة خضراء واستصلاح أكثر من 74 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، حماية المناطق البرية، تقليل الانبعاثات الكربونية وغيرها مما تتطلب به هذه المبادرة الطموحة التي الجامعات تتقمص دورها من خلال هذه المبادرة أو هذه الرؤية. نعم. عندنا أيضا مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. أيضا هذه مبادرة ليس فقط للمملكة بل أيضا حتى الشرق الأوسط، وبحكم أنه بيئة يعني قريبة للمملكة من ناحية، وأيضا الجو يعني متداخل، والمملكة لها دور يعني معروف في العالم العربي وفي الشرق الأوسط. فمبادرة الشرق الأوسط الأخضر لتعزيز العمل المناخي في المنطقة، ويعني زراعة أكثر من 10 مليار يعني نبتة في العالم العربي في المملكة وفي العالم العربي أيضا من خلال دعم جهود الدول الأخرى. نعم. تغيير طبعا هذا عن تغيير المناخ وإلى آخره.
قياس جهود المنطقة برؤية موحدة، زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، استصلاح الأراضي ومكافحة التصخر والتصحر والمساهمة في تخفيض الانبعاثات، دعم جهود المنطقة لتقليل وزارة الكربون إلى آخره. دور الجامعات طبعا في التنمية يعني يدخل فيه، طبعا هي دورة حاسمة، الجامعات هي خزان للكفاءات، هي القاطرة التي تقود البلد، تقود التغيير في البلد دائما يتم من خلال الجامعات لما فيها من الكفاءات من أعضاء التدريس ومن الطلاب ومن العاملين في هذه الجامعات. فيها أيضا مراكز أبحاث تنتج أبحاث تتعلق فيما يخص المبادرات هذه. نعم، يمكن للجامعات تحقيق هذه الاستدامة من خلال إدراج مبادئ التنمية المستدامة في المناهج الجامعية، توجيه البحث العلمي لأهداف التنمية المستدامة، إدماج التربية البيئية في العملية التعليمية، توجيه مشاريع التخرج للطلاب من خلال قضايا التنمية المستدامة، إعداد الكوادر، المساهمة في نشر العلم والمعرفة، الشراكة المجتمعية والدولية. وهذا يؤدي إلى إشراك الطلاب، والطلاب هم الفاعلين الحقيقة، وهم الجيل الذي يعيش هذه الاستدامة في المستقبل. لذلك لابد من إشراكهم في هذه العملية، عملية التنمية المستدامة، من خلال تطوير كفاءاتهم يعني من خلال المناهج ومن خلال الأبحاث وغيرها، تعزيز التعلم وتعدد التخصصات interdisciplinary education، بحيث يتعلم الطالب ويدمج قضايا البيئة وقضايا الاستدامة في كثير من يعني المناهج التعليمية، تعزيز مشاركة الطلاب يعني في كما ذكرنا، تعزيز المشاركة المجتمعية. الجامعة لا يجب أن تكون متقوقعة، بل لها دور كما نعرف هو محور الجامعات لما نقول التعليم والبحث العلمي والشراكة المجتمعية، فأن يكون لها دور في المجتمع بحيث يكون دورات تدريبية لأفراد المجتمع حول قضايا الاستدامة وغيرها. طبعا أيضا الجامعات لها دور في استدامة الحرم الجامعي، بحيث يكون الحرم الجامعي نموذجا للبلد، يعني يكون نموذج مصغر لتحقيق الاستدامة في هذا الحرم الجامعي، من خلال عدة نقاط، من استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة في المباني الجامعية، تصميم مساحات خضراء واسعة داخل الحرم الجامعي، توفير مرافق للاحتياجات الخاصة، تطبيق نماذج نظم إدارة النفايات والمياه والطاقة بطرق مستدامة، خيارات النقل المستدام، أن يكون نقل من خلال يعني مثلا طاقة كهربائية وغيرها. هذه شريحة وجدتها الحقيقة يعني تلخص حقيقة دور الجامعات، هذه اليونيفرسيتيز، يمكن من خلال النوليدج، المعرفة، التيتشنج، الريسيرش، الانوفيشن، الاختراعات، تكنولوجي، نقل التقنية، الاهتمام بالشباب، اليوث، البزنس، تكون في شراكات مع القطاع البزنس في النتورك، شراكات دولية ومجتمعية، كلها تصب في تحقيق السستينبل جولز اوف ايش ديفلوبمنتس. نتيجة للدور المهم الذي يمكن تسهم به الجامعات، فهناك مبادرات دولية طرحت لتسهم في تحقيق استدامة الجامعات، منها ما يسمى بي ار ام اي او بوصلة اللي هي Principle for Responsible Management Education، فهم أهداف التنمية المستدامة، تحديد الأولويات، تحديد الأهداف، تكامل عدد التقارير. هذه يعني من دور الجامعات نفسها أن تنهج هذا النهج المقترح لإدماج أهداف التنمية 17 في التعليم الجامعي، من خلال اتباع هذه يعني المحاور. هناك إعلان ما سمي إعلان تاولر اللي هي ديكلاريشن في عام 1990 في مؤتمر دولي في تلور في فرنسا، أول بيان رسمي طوعي يدلي به رؤساء الجامعات حول التنمية المستدامة. طبعا هذا قبل ما تطرح الأمم المتحدة يعني الأهداف 17، ولكن قضية التنمية هي موجودة من قديم، التنمية المستدامة، لكن في عام 2015 طرحت هذه الأهداف 17.
هذا الإعلان ديكليريشن تضمن خطة عمل من 10 نقاط حول التنمية المستدامة. أيضا عندنا إعلان كيوتو في اليابان في عام 93، أيضا تحدث عن وعدة يعني رؤساء الجامعات من يعني اتفقوا على حث الجامعات في جميع أنحاء العالم على البحث عن فهم أوضح للتنمية المستدامة، الاستفادة من موارد الجامعة، تشجيع فهم أفضل لقضايا الاستدامة، التأكيد على الالتزام الأخلاقي للجيل وممارساته بحيث لا تضر الأجيال القادمة، تعزيز قدرة الجامعة على التدريس وإجراء البحوث والعمل في المجتمع لتحقيق هذه الأهداف، التعاون بين الجامعات، تشجيع الجامعات على مراجعة عملياتها، الطلب من المجلس الإداري للاتحاد الدولي للجامعات لإحياء هذا الإعلان ودعم الوسائل الكفيلة به. طبعا هناك أيضا أبحاث نشرت حول دور الجامعات، منها من جامعة موناش في ملبورن أستراليا، يعني كان خطة للجامعات من يعني تضمنت 4 محاور لإدخال برامج تعليمية جديدة لتعليم قادة الغد، يعني في إدخال هذه في برامج التعليم، القضايا البحثية، إنشاء مؤسسات جديدة على مستوى الجامعات تعنى بهذه الأهداف، إشراك الجامعات في شراكات مؤسسية ودولية. طبعا عندنا التصنيف التايمز، وهو تصنيف معروف لتصنيف الجامعات في بريطانيا وتصنيف الجامعات في العالم، كلنا كعلماء وباحثين نعرف تعريف التايمز، لكن أيضا هنا هو اهتم منذ 5 سنوات تقريبا بالتنمية المستدامة، تصنيف الجامعات على حسب التنمية المستدامة. هذا التصنيف طبعا يعتمد على قضية التعليم الفعال، البحث العلمي وغيره. قامت التايمز ب عام 24، هي بدأ عام 2019، في عام 2024 تقييم 2152 جامعة من 125 دولة، تصدرتها جامعة ويسترن سيدني الأسترالية للمرة الثالثة، وأيضا جامعة مانشستر البريطانية التي تخرجت منها أنا في المستوى الثاني، وكذلك جامعة تسمانيا الأسترالية في المركز الثاني أيضا. طبعا جاءت الجامعات السعودية وهي اللي نتحدث عنها، يعني في هذه السنة تم تصنيف 32 جامعة سعودية دخلت تصنيف التايمز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كان منها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل، كان ضمن المئة الأولى لهذه الجامعات، ضمن المئة الأولى كما سنرى. أيضا جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل وجامعة الملك عبد الله علوم التقنية وجامعة الأمير محمد بن فهد أيضا دخلت من المئة إلى 200، وجامعة الملك عبد العزيز من 203، وبقية الجامعات أيضا بعد ذلك. هذا التصنيف طبعا إذا ننظر إليه بالنسبة للجامعات السعودية، نلاحظ أنه الجامعة الأولى في السعودية هي جامعة كينج فهد الملك فهد، وجاء ترتيبها 81 من بين جامعات العالم، اللي قلنا 2000 وأكثر من 2000 جامعة. فهذه أهداف الأمم المتحدة التي أو أهداف الاستدامة التي ركزت عليها هذه الجامعة، جامعة الملك فهد، الهدف التاسع هدف الاقتصاد، السادس هدف المياه، الثامن هدف العمل، ال17 الشراكات إلى آخره. ولو دخلنا لكل أيضا سنجد ما هي الإجراءات التي تمت إلى آخره. جاءت بعدها جامعة عفوا جامعة الملك فيصل وترتيب 99 عالميا، ثم الجامعات الأخرى جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل والجامعات الأخرى كلها بالترتيب بعد ذلك. إذا نظرنا إلى طبعا الجامعات العربية، هناك 288 جامعة دخلت هذا التصنيف عام 2024، 288 جامعة عربية. إذا نظرنا لها في هذه الشريحة التي أرجو أن تكون واضحة، ما صنفتها بهذا الشكل حسب الأفضل الجامعات الأولى في كل بلد. فالسعودية مثلا كانت 32 جامعة منها اللي هي الجامعات الأولى في المئة الأولى، أتكلم في المئة الأولى
جامعتين، الواحدة 98، وجاءت بعدها الجامعات الأخرى. جامعة في دولة الإمارات كان هناك 12 جامعة، منها جامعة العين دخلت في المئة الأولى، يعني وضعتها هناك في اللون اللي يعني يمكن يرمز إلى يعني الذهبية، يعني إنها الميدالية الذهبية. يأتي بعد الميدالية الفضية اللي هي البحرين، الكويت، قطر، تونس. هذه الدول جاءت جامعات فيها، أتكلم عن أوائل الجامعات في كل بلد، جاءت في المئة الثانية. فهنا البحرين عندنا الجامعة الأهلية من 101 ل 200، عندنا الكويت الجامعة الأولى فيها هي جامعة الشرق الأوسط، وهكذا جامعة قطر، جامعة في تونس في المنار. بعد ذلك جاءت مصر، الأردن، لبنان، فلسطين. مصر 46 جامعة، جاءت في كل هذه كانت في ال 200 إلى 300 تصنيفها، لتصنيف أوائل الجامعات من هذه البلد في 2000، من 200 ل 300. الأردن 18 جامعة، لبنان 9 جامعات، فلسطين 7 جامعات. جاءت بعدها أربع ثلاث دول أخرى اللي هي العراق، في أول جامعة هي جامعة البصرة من 400 إلى 600، ثم بقية الجامعات. لكن تميز العراق هنا في أكثر الجامعات، في 71 71 جامعة، وهي أكثر الجامعات العربية اللي دخلت التصنيف، اللي هي 71 جامعة من جامعات العراق، سواء كانت الحكومية أو الأهلية. أيضا عندنا الجزائر 54 جامعة، المغرب. بعد ذلك تأتينا عمان، أربع جامعات تدخل من 800 لل1000، سوريا من 800 لل1000، عندنا في ليبيا، السودان، اليمن طبعا من 1500 وزيادة. وكلنا نعرف هذه البلدان طبعا مع الأسف يسود عدم الاستقرار، وهذا أدى إلى يعني عدم تحقيق هذا طبعا حسب هذا التصنيف. طبعا النماذج، انا اعرف ان الوقت حقيقه غزف، وانا كنت ذكرت للزملاء انا لا اريد ساعه ونص، لان ما اريد الحقيقه اثقل عليكم، لكن على الحال فقط نمر على نماذج من اهتمامات وادوار بعض الجامعات. ناخذ الجامعات الاولى، يعني يعني هذه بعض الجامعات اللي سناخذها. عندنا جامعه الملك فهد، طبعا كما قلنا هي جاءت الملك فهد، جامعه الاولى على الدول العربيه، ترتيب 81 عالميا. جامعه الملك فهد لها برامج كثيره فيما يخص التنميه المستدامه، منها ما يسمى بالتركيزات، هي تركيزات تعطي الطلاب قبل تخرجهم كورسات و أعمال بحثية في قضية التنمية المستدامة. فقط نمر على عناوين هذه حقيقة التركيزات، ومن أراد يستزيد هي موجودة على مواقع الجامعة. من يعني التركيز يخص التخفيف والتكيف وهندسة المناخ، هذا يقدمه قسم السيفل انجينيرينج، الهندسة المدنية. وهناك تركيز عن كفاءة الطاقة، يقدمه قسم الطاقة الكهربائية، هندسة كهربائية، تقنية الهيدروجين والهندسة الكيميائية. هذه كلها تركيزات للطلاب لكي تؤهلهم لسوق العمل وأن يكونوا فاعلين فيما يخص التنمية المستدامة. إدارة أنظمة الطاقة الذكية، الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، المباني الذكية والمستدامة، الاستدامة في صناعة البترول، إدارة المخلفات. هذه كلها برامج تسمى تركيزات تعطي الطالب قبل ما يتخرج، طبعا طلاب مختارين، ليس كل الطلاب اللي يمكن انهم يعني يتميزوا في هذه الاشياء. فيما يخص برامج الدراسات العليا المهتمه بالتنميه المستدامه، هناك برامج كثيره، هناك ماجستير المواد المتقدمه للهياكل الخرسانيه المستدامه، ماجستير الهندسه في الطاقه المستدامه والمتجدده، ماجستير العلوم والهندسه البيئيه، ماجستير المدن الذكيه والمستدامه، ماجستير المعالجه المتحده للمياه. هذه كلها برامج ماجستير، ماجستير العلوم في الهندسه المدنيه، الموارد المائيه وهندسه البيئه، ماجستير العلوم في العلوم البيئيه، ماجستير في الاستدامه والاداره البيئيه. هذه كلها برامج ماجستير في جامعه الملك فهد تهتم بقضايا البيئه. ايضا في جامعه الملك فهد هناك ريسيرش سنترز، مراكز ابحاث تتعلق بالهيدروجين والانرجي ستورج، تخزين الهيدروجين وانتاجه وتخزينه، رينوبل انرجي اللي هي الطاقه المتجدده. وهناك الابلايد ريسيرش سنتر، هي يعني
تطبيقيه، ريزيستنت تطبيقيه حول المارينز والمارين ويعني ما يحس البحار والبيئه. هناك يعني مراكز بحثيه يعني بالجوينتلي او بالتعاون مع جهات اخرى، عندنا كاكس اللي هي مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، ففيه برنامج حول الطاقه بالتعاون بين جامعه الملك فهد وبين مدينه الملك عبد العزيز. ايضا مدينه الملك عبد الله للطاقه الذريه المتجدده في برنامج اخر في جامعه الملك فهد والتعاون بينهما. هناك اتحادات البحوث اللي كونسورتيا تخلص يعني البحوث ما يخص الطاقة المتجددة، ما في وقت إن ندخل عليه. هناك ما يخص الهيدروجين، أيضا هناك يعني اتحاد بحثي بين المملكة وبين جهات أخرى، مركز العمل المناخي، مؤتمر في المستقبل الأخضر تم قبل في بداية هذه السنة، مركز الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بمجال في مجالات الطاقة. نعم، هذه فيما يخص جامعة الملك فهد. أمر سريعا على جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وهي جامعة بحثية، وقد أشار لسعادة الدكتور سيف قبل يومين في الافتتاحية أنها من الجامعات البحثية المتميزة التي تهتم بالبحث العلمي، وهي قائمة على البحث العلمي وفيها دراسات عليا بالتركيز دراسات عليا وفي مهتمة جدا فيما يخص الحلول المستدامة، ويعني الطاقة، أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدة مجالات، منها قضية المياه، ولو دخلنا على كل واحد سنجد ما هي المراكز البحثية في الجامعة التي تهتم بهذا المجال، مركز الزراعة الصحراوية، مركز المياه وتدويرها إلى آخره، لكن الوقت الحقيقي لا يسعفنا، لكن موجود على موقع الجامعة ما يخص الطاقة وما يتعلق بها، الطاقة المستدامة، وأيضا المراكز اللي تهتم بها بالجامعة، قضية البيئة، قضية الغذاء، كل هذه أهداف بحثية في الجامعة تهتم بها وتقيم الدراسات وتتخصص فيها الطلاب والأبحاث فيها، أيضا في مجال الصحة، وكل واحد منها فيه ما هي الأهداف التي يحققها، يعني كل واحد من هذه المحاور ما هي الأهداف التي يحقق منها، أهداف التنمية، الهدف الثالث يعني الهدف الصحة، هدف الصناعة، هدف المدن الذكية المستدامة إلى آخره. في عندنا طبعا بعد ذلك اللي هي التقنيات الرقمية وما يتعلق عفوا عفوا بالتنمية سعادة المستدامة. سامي دكتور. عفوا نعم سعادة الدكتور، الله يحفظك يا سامي، رب، لكن بقي لدينا بضع دقائق فقط، الله يحفظك يا رب، أبشر أبشر إن شاء الله سأنتهي شب سريعا. الجنة يا رب. الله يسلمك. طبعا في مبادرات كثيره في مجال الاستدامه، تحوير الكربون، المناخ، حقيقه يعني من اسرع الاستزداد ان يدخل على موقع جامعه الهيكاوست، جامعه الملك عبد الله. طبعا جامعه الملك عبد العزيز ايضا من الجامعات المصنفه عاليا في التصنيف، وفي عام 22 كانت هي الرابعه على مستوى العالم، دوليا كانت على مستوى الرابعه. ايضا جامعه الملك عبد العزيز لها مبادرات كثيره فيما يخص التنميه المستدامه، في هذه اهداف وضعوها، هذه خدمات تقدمها الجامعه. هذا طبعا ايضا لينك يبين، لكن ما في وقت الحقيقه. جامعه الملك سعود وهي الجامعه التي انتمي اليها، هي لم تاتي حقيقه من الجامعات المتقدمه في هذه السنه في تصنيف التايمز، لكنها مهتمه بالبيئة من خلال عدة محاور، عندنا برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة، عندنا كرسي أبحاث أو عدة كراسي حقيقة، لكن أهم كرسي أبحاث استغلال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، عندنا اهتمام بالبيئة الخضراء في الجامعة، زراعة وغيرها. عندنا طبعا جامعة الملك فيصل كانت من ضمن المئة الأولى، أيضا لها مساهمات. في جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل أيضا من المئة الأولى ولها مساهمات، جامعة أم القرى، جامعة المجمعة، كان في مؤتمر عقد أيضا في بداية هذه السنة حول دور الجامعات في التنمية المستدامة في جامعة المجمعة، حول دور الجامعات، هو المحور الذي تحدث عنه حاليا برعاية معالي وزير التعليم، الجامعات وأهداف التنمية المستدامة، وطبعا ناقشت في محاور كثيرة.
جامعة حدود الشمالية، يعني حقيقة كل جامعات المملكة فيها برامج تدعم الاستدامة. مثلا في جامعة الإلكترونية وضعت نفس، يعني هنا هي كانت الأولى محليا يعني في العالم العربي في السعودية، و33 عالميا فيما يخص جودة التعليم في حسب تصنيف تايمز. طيب أنا أظن يعني هذه فقط موضوعات متنوعة في الطاقة المستدامة يمكن أن تكون مجال لأبحاث طلبة الدراسات العليا، أنظمة الطاقة المتجددة، دراسات حول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، طاقة الكتلة الحيوية البايوماس والطاقة المستدامة والبيئة، الاقتصاديات المتعلقة بالاستدامة، الطاقة الخضراء، الزراعة المستدامة، التنمية المستدامة، أشياء كثيرة حقيقة. يعني طبعا المجال كبير جدا، والحقيقة أنا قلت للإخوة لا أريد ساعة ونص لأني كنت أعتقد أن لا أريد الحقيقة أفكر عليكم، وقد أثقلت الحقيقة، لكن نكتفي بهذا، وكما يقال من نكتفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أرجو أن يكون نظرة ولو بسيطة على موضوع أدوار الجامعات وكنموذج أدوار بعض الجامعات السعودية. وشكرا لإنصاتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير سعادة الدكتور ضيف الله. نعم، معلومات أكثر من رائعة، كفيت ووفيت وبارك الله في جهودك. طيب، نأخذ مداخلة واحدة فقط سريعة لأنه سننتقل مباشرة بعدها إلى الجلسة الرابعة. مداخلة واحدة وأرجو منكم أن تكون مداخلة يعني سريعة. تفضل معنا الأستاذ محمود بشير، تفضل. نعم، إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله عنا كل خير سعادة الدكتور ضيف الله بن محمد طعيان على هذه المحاضرة الرائعة، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. شكرا دكتور، وشكرا للإخوة القائمين على هذا المؤتمر الرائع، وأشكرهم على الثقة، وأرجو أن يعني أن نكون استفدت الزملاء منها. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله، نعم جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيك.